هل يجوز للبائع المتناهي يصلي عند بضاعته ويترك الجماعة؟ نعم، يقول أهل العلم إذا خشي الإنسان على بضاعته أو ماله أو كذا، هذه من الأمور التي يباح معها ترك الصلاة في المسجد، الأمور التي يباح معها ترك الصلاة، لكن يحرص أن يصلي جماعة. لو ما باع ثاني أو ينتظر أحد من اللي يشترون مثلا يقول تعال صل معي أو كذا. نعم.